السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ولادي الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات استخدام الكالكوليتر في امتحانات الانترناشنال سات أو أكت. معانا النهاردة طريقة استخدام الكالكوليتر عشان نجيب ال ال سي ام أو lower or lowest common multiplier. إزاي بيجيب ال lowest common multiplier؟ بالآل. اوكي، طبعا معانا مثال من جون 2015 ريال اكت اكزام، وبيجي برضه في سات 1 وسات 2 كمان. مسائل اللي فيها تكرار بين اثنين او اكتر في ريبيتيشن في السؤال دي فكره ال سي ام، زي المثال اللي معانا اهو. 1 كوشن ساين فلاشز، واحده من الاشارات التحذيريه، وليكن اشاره المرور تمشي، اشاره تحذيريه فلاشز every 4 seconds، كل 4 ثواني. And another caution sign، إشارة ضوئية تحذيرية أخرى، flashes every 10 seconds. معانا اثنين، واحدة كل 4، واحدة كل 10 ثواني. At a certain instant، في لحظة معينة، certain time، the two signs flashes. يبقى عندي لحظة معينة الاثنين عملوا فلاش مع بعض، وليكن لحظة زيرو بداية العد. بعد وقت قد إيه؟ هو بيقول كده how many seconds elapse till or until the two signs next flash at the same time. هيعدي وقت قد إيه لما يولعوا تاني مع بعض أو ينوروا تاني مع بعض. دي ببساطة جدا مفهومها، ونقراها بسرعة، مش محتاجين إن احنا نقرأ الإنجليش بالتفصيل أوي كده. طبعا ال سي ام مش هتخلص، يعني مش تاخد معانا ثواني بالآلة. شايفين الآلة معانا اهي، هقول الفا ديفايد، كتب لنا ال سي ام على الشاشة، 4 شيفت براكت 4 و10 واقفل البراكت على طول 20 طبعا الانسر. طيب كل الآلات عليها ال البوتوم او الوظيفه دي؟ لا، مش كل الالات عليها مفتاح ال سي ام، مفتاح الجي سي دي جريتست كومن دينومينيتور، فبنعمل حركه اخرى لو معايا الاله موديل تاني. ايه الحركه دي؟ ان بيكون معايا تو فراكشنز، بخلي التو نمبرز اللي عايز اجيب لهم ال سي ام از دينومينيتور 1 اوفر النمبر، يبقى 1 over 4 plus 1 over 10، ونضربها على الآلة عادي جدا. دي الطريقة الأولى، سريعة جدا بالآلة. الطريقة الثانية، الطريقة الأولى طبعا نكتب خطوات أهو بسرعة، ألفا وبعد الألفا هعمل زرار الديفايد، يكتب لي على الآلة على طول ال سي ام، وأتعامل بقى معاها شيفت براكت والفا اكس. تمام، الفا كوما، شيفت براكت والفا كوما، نكتب بالخطوه الثانيه شيفت عشان يبقى واضح لكله، مع الفاصله الكوما طبعا بعد البراكت الاول، وبعدين اكتب الثاني واقفل براكت جديد. بس طبعا انا مش معايا الخطوه دي، فراكشن ببساطه جدا نعمله سوا اهو، 1 over number الأول plus 1 over number الثاني equal. على طول أنا يهمني ال denominator، ما يهمنيش يا شباب النوميريتور اللي فوق ده، مش عايزه إطلاقا. يعني كل الأنسر هيبقى في المقام تحت، في الدينومينيتور تحت. شايفينه طلع 20 ازاي؟ تمام؟ طيب مستر، هو بيجي رقمين بس ولا ممكن يجي ثلاث ارقام؟ يعني ممكن يجي بنفس المثال على 3 ساينس. وكان في سؤال قبل كده، انا امسح الشاشه بس نخش على سؤال جديد، اني عايز اجيب ال ال سي ام، كان موجود في سؤال ريال سات قبل كده، ال سي ام 4 فاين طبعا 4 6 9 and 15 بكام؟
بزرار الكالكوليتر اكتبه هو هي ال سي ام فاصله ال سي ام براكت سوري، وبعدين اكتب اول نمبر اي نمبر فيهم مش مهم الترتيب فاصله كوما، واكتب ال سي ام تاني على الكالكوليتر وبراكت الرقم اللي ما كتبتهمش اكتبهم تاني واقفل براكت يطلع لي الناتج. طب ازاي؟ تعالوا نطبق سوا. يلا اول ال سي ام الفا ديفايد، هكتب اول رقم معايا يطلع لي فاصله شيفت ده، وبعدين هعمل ال سي ام تاني الفا ديفايد، هكتب بقى الرقمين التانيين 9 شيفت براكت وبعدين 15 براكت. بس بصوا بسيطه ازاي، ما خدش ثواني 9. طبعا لو فكرنا نعملها بالستبس في فيديوهات على القناه مشروح فيها الستبس بتاعت ال تي ام بالتفصيل ومانيوال، ولو جه في الجزء اللي من غير كالكوليتر في السات لازم اعملها مانيوال، بس هو في غالبا بيجي في الجزء اللي فيه كالكوليتر وبيجي ابلاي بروبلم زي اللي فاتت مساله تطبيقيه، وبيجي في الاي سي تي معانا طول امتحان اس تي كالكوليتر، مشكله مهمه جدا. طيب برضو بطريقه الفراكشن، ازاي بعملها بطريقه الفراكشن؟ لو انا مش معايا تاني مش معايا الاله اللي فيها الجي سي دي جريتست كومن دينومينيتور ولا ال سي ام، طبعا احط 3 1 فراكشن، مش مهم ترتيب الارقام اللي عندي اعملها بكالر مختلف اهو، يعني احط النمبرز اللي عايز الاس ام ليها تحت 6 9 15. بس تعالوا نشوف كده يدينا ايه، ما يهمنيش فوق كام، انا بس هاكد على الناتج، انا مش عايز فوق كام، امال عايز ايه؟ انا عايز الدينومينيتور هو ال سي ام، لما بنحسب بنطلع الاس سي ام في دولار من زمان مانيوال، بس طبعا احنا معانا كالكوليتر اللي محتاجينه دلوقتي ان احنا نحسب مين ال سي ام عشان نختار على طول الاوبشن بتاعنا، ان شاء الله دايما يكون الاوبشن صح. بلس فراكشن 1 اوفر 9 بلس فراكشن 1 اوفر 15. بصوا كده الدينومينيتور بتاعي ما يهمنيش 31 خالص، احنا مش بنحسب ادنج، انا بشوف مين الكومن دينومينيتور هو ال سي ام بتاعي اللي طلع هنا. يا رب تكون الفكره واضحه وبسيطه ونطبقها بسهوله واستفيدوا منها، وان شاء الله معاكم فيديوهات جديده، بس تابعوني واطلبوا اعملوا كومنت باي درس او اي سكيل انتوا عايزين استخدمها بالاله، او اي درس في سات 1 سات 2 اكت 1 اكت 2 ماث، وان شاء الله احاول اشرح لكم ابسط ما يمكن، وتستفيدوا من القناة يا رب إن شاء الله، ومعايا دايما على الجروب منورين. أشوفكم بخير، استودعكم الله الذي لا طالب له. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.